النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله كان يتعامل مع غير المسلمين، توضأ من مزادة مشركة ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، وأحسن إلى جاره اليهودي، وتعامل مع غير المسلمين التعامل المادي الظاهر، مع أن القلب يستنكر أفعالهم. التحذير من سلوك طريق المنافقين في موالاة أعداء الإسلام على المسلمين، هم لم يكتفوا بمودتهم أو بمحبتهم، وإنما ظاهروهم على الإضرار بالمسلمين، وهذا هو النوع الأشنع والأنكع. وعقيدة الولاء والبراء من عقيدة المسلم التي يجب أن يعتقدها، ولكن مفهومها يقتضي الود والحب والمناصرة لأعداء الإسلام على المسلمين، بمعنى أن يكون لهم ود قلبي. الود القلبي هو الولاء والعياذ بالله لأعداء الإسلام، فيجعله ذلك يتشبه بهم ويثني عليهم ويناصرهم، ولو خذل المسلمين وسعى في إضعافهم. هل التعامل، مجرد التعامل مع غير المسلمين، يدخل في باب الولاء والبراء؟ الصحيح أنه لا يدخل. المعاملات، التجارة، الرهن، البيع، الشراء، العلاقات الدولية التي يحتاجها المسلمون، فهذه لا تدخل، لأنها ليست حبا وودا قلبيا. لكم دينكم ولي دين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله كان يتعامل مع غير المسلمين، توضأ من مزادة مشركة ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، وأحسن إلى جاره اليهودي، وتعامل مع غير المسلمين التعامل المادي الظاهر، مع أن القلب يستنكر أفعالهم. كيف يوالي المسلم من يقول عزير ابن الله، أو إن الله ثالث ثلاثة، أو المسيح ابن الله؟ هذا كفر والعياذ بالله. فالمسلم الحق لا يوالي بمعنى يحب ويواد ويناصر ضد المسلمين، أما مجرد التعامل فلا يؤثر. هذا هو الضابط في التعامل مع غير المسلمين وفي باب الولاء والبراء.